هنروح لملف مهم جدا، ويمكن زي ما حضرتك دايما بتقول ان مصر كبيرة جدا ومصر عظيمة جدا ومصر قادرة على صنع المعجزات. والله ومن خلال تحديات كبيرة جدا جدا على مستوى كورونا، على مستوى عدم حضور جماهير، على كل المستويات المضادة، انك تقوم باستضافة مونديال كرة اليد. شايف تنظيمنا ازاي؟ وشايف اولا ان مصر يعني تاخد هذه الخطوة في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. الحقيقة مصر يعني حصلت على كأس البطولة مبكرة، ان شاء الله تكمل على خير. وكأس البطولة هو ان تستدعي 31 فريق من حول العالم الى جانب فريقنا طبعا، فيأتوا في امان وتقدم لهم خدمة، مش خمس نجوم، خدمة غاية في الاحترافية، لا كمان نجمة، خدمة زي ما الكتاب ومنظمة الصحة العالمية وكل وزارات الصحة في هذه الدول وحول العالم قايلاها. هل تتخيل ان نظام الكبسولة هيتطبق في مصر وهو يعني مجرد كان كلام بيفكروا فيه؟ نظمة حضرتك تيجي من طيارة معقمة، طيارها متعقم، مضيفينها، عمالها، فلاحينها، تخرج في تيوب او سلم معقم، فتذهب انت ومن معك الى الاوتوبيس، نفس حالة الطائرة، الى معسكرك، الى ملاعب معقمة. لن يكون هناك من يدخل هذه المنظومة الكبسولة دي او الفقاعة دي يعني الا من كان بداخلها. ومن ثم حتى اجراءات الدخول في حفلي الافتتاح والختام موجودين بنفس النسق. ما تبقاش الحكاية انه يعني كباتن او شخصيات رئيسية او عامة هتأتي الا وهي محصنة تماما. حتى فكرة عدم الدفع بجماهير كان مطلب بين المشاركين والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، علشان في حد بيقول لك معقولة الناس جاية لك والسيد او دولة رئيس الوزراء يخرج يعني بعد جلسة مع الاطراف كلها، استاذ وزير شباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي، ومدير البطولة، ويقول بدون جمهور؟ لا، هو فقط كان يريد ان يسمع منهم ممثلا عن الدولة المصرية حضراتكم عايزين ايه عشان نستكمل ونعمله، لانه كل ده كان على عاتق الدولة المصرية، من صالات لملاعب تدريب للترتيبات دي طبعا مع السيدة وزيرة الصحة الحقيقة، ودور الدكتور اشرف صبحي بقى اللي هو بنا ومناول يعني في القصة، قربت بين كل هؤلاء. وبالتالي خرج المشروع كاملا، وده اللي هيتطبق هنا فعلا. لو ان هناك 1% وحضرتك عارف وعشت في اوروبا، ما كان لفريق ان يأتي الى مصر. طيب اللي يقول اللي انا بقوله ده صح ولا غلط ايه؟ ان اول من وصلوا الى مصر اليابان. لا اعتقد ان الناس دي بتعدي سنتيمتر من غير حسبة، يعني اصلا لو واحد بياكل ماسك كالكليتر، لو واحد يعني بيحاول يعني يسرح شعره تلاقيه جايب كل الحاجات على النت وعلى المش عارف ايه والبرامج العالمية الدولية. وبالتالي الحقيقة منظومة تشجع ان احنا في عنواننا مصر الجديدة من 2013، لا البلد بتمشي لقدام، رغم كان الكلفة، رغم كان القرصة واللي زودها يعني هذا الوباء اللعين، لكن من فضل الله عشان ما حدش يقول مصر هو يجتاح العالم يعني، ويجتاح العالم الاكثر يعني ربما امكانيات مادية وكذا وعلمية، واللي احنا برضو بنورد له علمائنا والحمد لله. انا لا اقصد طبعا ده، انما في الاخر في هذا الزخم انت تنظم مونديال كرة